هل خرجت الأمور عن سيطرتها؟ نداءات رئيسة المفوضية الأوروبية وقلقها في جهة، ومن تناديهم يبدو أنهم باتوا في جهة أخرى. ففي توصياتها المتكررة تدعو بروكسل الدول الأوروبية للتنسيق فيما بينها في حال الاتفاق على بدء رفع إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب كورونا، إلا أن للوضع الراهن تقييمات وحسابات مختلفة على ما يبدو في سجلات الحكومات. في الدنمارك مثلاً، أول قرارات العودة إلى إيقاعات الحياة الطبيعية ستنفذ، فالحكومة قررت إعادة فتح أبواب المؤسسات التعليمية ابتداء من الحضانات والمرحلة الابتدائية، على أن تعود الحياة الدراسية إلى سابق عهدها ككل في البلاد بحلول 20 من الشهر الجاري. القيود المفروضة ستخفف تباعا وقد ترفع بشكل نهائي بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا، تقول البيانات الحكومية في الدنمارك. في تفاؤل قد يراه البعض شجاعاً أو ربما متهوراً، انضمت إليه فنلندا من أوسع أبوابه، معلنة رفع قيود الإغلاق عن عاصمتها. وإلى ضفاف رفع الإغلاق تتجه كذلك النمسا والتشيك في إجراءات رفعت بالفعل بعض الإجراءات المفروضة، مع وعد برفع المزيد في الأيام المقبلة. وأيام الفرج المقبلة حددت كذلك على الرزنامة الألمانية، مع إعلان برلين 3 مايو موعدا محتملا لرفع الإغلاق. قطار الابتعاد عن كورونا يسارع من خطواته الأوروبية وصولا حتى إلى إيطاليا، الدولة الأكثر تضررا من الفيروس المتفشي. هناك قررت الحكومة تخفيف قيودها والسماح لبعض المتاجر والمكتبات بإعادة فتح أبوابها.